انطلق الموسم الثاني من برنامج رايحين على فين على قناة الحرة. بعد موسم ناجح شهد مشاركة شباب مصري من كافة الخلفيات الاجتماعية والسياسية في أول تجربة تلفزيون واقعي في الوطن العربي. في الموسم الثاني يستمر رايحين على فين في تقديم نماذج للشباب المصري، الشاب الليبرالي مع الصعيدي مع السلفي مع المتحرر، جميعهم يلتقون ويتحاورون، يتفقون ويختلفون من أجل الوصول في النهاية إلى نقاط تجمعنا كمصريين. الشروط أنهم يكونوا ناس تعرف تعبر عن نفسها كويس، ناس عندها كاريزما، ناس عندها طموح عايزة تحسن من وضعها الاجتماعي المادي الثقافي، ناس تكون لما تحطيهم مع بعض يكونوا صورة صادقة جدا ومعبرة عن حال المجتمع ككل. There's a lot of talk shows in the minis. There's unlimited channels of news. Any format that gets people to talk to each other across culture, across religion, across socioeconomic in a very truthful manner is helpful to the mass. We all have to live together. في الفترة دي أنا فعلا كنت بدور على حاجة جديدة أعملها، ما كنتش متخيل إن أنا هطلع من التجربة دي بكم المكاسب اللي أنا حققتها شخصيا، مش مكاسب تانية غير أزيد من إن أنت بتقرب من نفسك أكتر، بتعرف أنت محتاج إيه. في حاجات كده ما بتبقاش باينة، خطوط عريضة، فأنت بتبتدي تقرب كمان من شخصيات انت ما كنتش هتقرب لها في واقع الحياه. عجبتني فكره البرنامج، كان عندي حاجه حلم عايزه احققه، حسيت ان ممكن البرنامج يكون هو طريق او سبيل او وسيله احاول ان انا اوصل بيها لتحقيق الحلم اللي انا بحلمه دوت، ويكون الطريق ان شاء الله ممهد وتجربه جديده وحاجه جميله جدا والناس تحس بيها.